السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير يا أرحم الراحمين. اليوم لدينا درس القواعد الثاني في الوحدة الأولى، الصفة المشبهة. شبه يشبه، مشبه يشبه like، شيء مثل شيء. الصفة المشبهة، الصفة the adjective، الصفة المشبهة the likened adjective، الصفة المشبهة. الصفة المشبهة باسم الفاعل. تحدثنا عن اسم الفاعل active participate، اسم الفاعل التصريف the second form from the verb in English. اسم الفاعل، وتحدثنا عن اسم المفعول. هنا الصفة المشبهة باسم الفاعل، صفة مشبهة باسم الفاعل likened adjective، باسم الفاعل to active participate، اسم مشتق من الثلاثي اللازم. من الثلاثي اللازم، الفعل الذي يتكون من ثلاثة أحرف. تحدثنا عن الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم intransitive verb، intransitive verb، اللازم intransitive verb، الثلاثي من ثلاثة أحرف، اسم مشتق من الثلاثي اللازم. noun that formed from triples intransitive، للدلالة على من قام به الفعل. To indicate about who do this act، على وجه الثبوت. وهذا هو الفرق بينها وبين اسم الفاعل. اسم الفاعل active participate يدل على التحول والتغير، indicate about trans التحول والتغير and change. أما الصفة المشبهة باسم الفاعل، من قام به الفعل على وجه الثبوت. The verb on the basis of evidence، على وجه الثبوت. نقرأ الأمثلة ثم نقرأ حتى تتضح لنا الصورة. المثال الأول، فرح الناجح فرحا. فرحا تحدثنا عنه عندما تكلمنا عن المفعول المطلق. يوجد لدينا المفعول به، المفعول لأجله، المفعول المطلق. المفعول المطلق هو من جنس الفعل، يؤكد الفعل. فرح الناجح فرحا، الفرح the happy، فرح فعل، فرحا اسم مفعول، مفعول به منصوب.
الناجح فاعل. الآن اسم الفاعل فرح، فرح للدلالة على من قام به الفعل، من قام به الفعل، الشخص الذي قام بالفعل هو فرح. The person who act the verb فرح happy be happy على وجه الثبوت. فرح الناجح فرحا. الصفة المشبهة، الصفة المشبهة هي فرح، فرح 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 اسم، أيضا اسم. فرحا هنا مفعول مطلق تحدثنا عنه absolute objective yes object absolute المطلق. فرح الناجح فرحا فهو فرح. الأسماء التي تحتها خط، هذه أسماء، this is nouns، تحتها خط underline، تجد أنها تدل على من قام به الفعل. These nouns تدل indicate the one who، تجد أنها تدل على من قام به الفعل على وجه الثبوت. Indicate تدل the one who على من performed قام به الفعل. The verb on the على وجه الثبوت. The basis of evidence. لا التحول. Not transformation. Transformation التحول يصبح اسم فاعل. هنا صفة مشبهة بالفعل. Likened adjective from the verb. صفة مشبهة بالفعل. Some books write الصفة المشبهة بالفعل. يكملون هنا فقط الصفة المشبهة. إذن اسم الفاعل متحول. We form it from the verb. الصفة المشبهة تدل على وجه على من قام به الفعل على وجه الثبوت. فرح الناجح فرحا فهو فرح. الفرح the happy. فعل اسم اسم. هنا الفرحة فعل ماض مبني على الفتحة. الناجح فاعل مفعول بالضمة. فرحا مفعول مطلق منصوب. هو فرح جملة اسمية مبتدأ وخبر. إذن كلمة فرح تدل على من قام به الفعل على وجه الثبوت. فرح فرح. اثنان ضجر المريض ضجرا فهو ضجر. الضجر والملل boring boring one. ضجر المريض ضجرا. ضجرا أيضا مفعول مطلق. فهو the person المريض هو ضجر. He is boring one. ضجر المريض ضجرا فهو ضرج. هو المريض. هو الناجح. The successful one. He is happy. فرح. هو the person the adjective ضجر. ضجر صفة مشبهة بالفعل. الجملة الثالثة لدينا الفعل عورة. عورة مثل جرح. جرح الجرح
المقاتل عورا، عور المقاتل عورا، أو جرح المقاتل جرحا، نفس المعنى، ولكن نحن لا نستعمل كلمة عورة ولكن صحيحة. فهو هو المقاتل، المقاتل the soldier or the fighter، عور wounded، عور المقاتل عورا، عورا أيضا مفعول مطلق، فهو he is أعور. We talk about الأعور حول الذي لديه عين واحدة. The one-eyed, he is the person. He has one eye, he is أعور. But here, الكاتب استعملها كفعل جرح أو جرح. عور المقاتل عورا فهو أعور. أيضا كلمة أعور صفة مشبهة وليست اسم فاعل. شهب المكان شهبا وهو أشهب. الأشهب صفة للمكان أو للشخص أو حتى للحيوان الذي فيه اللون الأبيض. الشيء الذي فيه لون أبيض نقول عنه أشهب. The thing or the person or the animals like horse or anything has a white color, we called it أشهب. We have حلب الشهباء. Aleppo, it's adjective. حلب الشهباء. Because it's building from the white stones. الحجر الأبيض. نقول حلب الشهباء. شهب المكان شهابا. فهو أشهب. Also, الأشهب صفة للخيل. It's adjective for some horses. الحصان الأشهب. شهب فعل ماض. المكان فاعل مرفوع بالضمة. شهبا مفعول مطلق لأنه من جنس الفعل ويؤكده. هو المكان أشهب صفة مشبهة بالفعل. عطش الصائم عطشا. العطش the thirst, the one he want water. العطش الصائم من الصائم، الشخص الصائم fasting one. عطش الصائم عطشا وهو عطشان. العطشان صفة الشخص، الصائم عطشان. He is thirsty. عطشان. عطش فعل، عطشا مفعول مطلق، عطشان صفة مشبهة. روي الجمل ريا فهو ريان. العطش عكس الريان، العطشان عكس الريان. It's opposite of الريان. الريان also صفة للمكان الذي فيه ماء كثير أو الوجه المشرق، ويوجد باب الريان في الجنة للصائم، يدخل من باب الريان. روي شرب كثيرا، شرب الماء، ارتوى من الماء. روي الجمل، الجمل ذا كامل، ريا، شرب ماء كثيرا حتى ارتوى، فهو
ريان. روي فعل ماض مبني على الفتحة، ريان مفعول مطلق، ريان صفة مشبهة، صفة مشبهة. إذن هذا الدرس كله يتحدث عن الصفة المشبهة حتى لا نظن هذه الأسماء هي اسم فاعل active participate. It's not active participate اسم فاعل، وإنما هي صفة مشبهة. The likened adjective. الفرق بينها وبين اسم الفاعل، كما قلنا اسم الفاعل يدل على التحول، transformation. الصفة المشبهة تدل على من قام به الفعل على وجه الثبوت. 7. ظرف الطفل ظرفا. الظرف، لدينا عدة معاني لكلمة الظرف. هنا نصف الطفل فعل فهو ظريف، he is cute. الطفل he is cute beautiful one، ظريف ظريف. الظرف also adverb في الإعراب في النحو، الأدفيرب أيضا يسمى الظرف. انفيلوب أيضا يسمى الظرف. ظرف الطفل ظرفا، ظرف فعل ماض مبني على الفتحة، ظرف فعل، ظرفا مفعول مطلق، فهو ظريف. He is cute. ظريف صفة مشبهة بالفعل. صعب السؤال صعوبة. الصعوبة difficult، فهو صعب. السؤال question، صعب السؤال صعوبة، فعل فاعل مفعول مطلق، فهو السؤال نقول صعب. صعب صفة مشبهة بالفعل. الجبان عكس الشجاع. جبن الخائف جبنا فهو جبان. جبن كوارديس فعل، أو الجبان جبنا كوارديس الجبن فهو جبان. جبن فعل الخائف، the fair person، جبنا، جبن الخائف جبنا، هو الخائف جبان، opposite of الشجاع، هذا الشجاع. جبن الخائف جبنا فهو جبان. شجع المقاتل شجاعة. الشجاعة encourage، شجع الفعل من الشجاعة، شجع فعل فاعل المقاتل the fighter، فهو شجاع، he is a brave one، شجاع، هو شجاع. شجاع صفة مشبهة. حسن الجو حسنا. الجو the atmosphere or the climate، الطقس أو الجو climate. حسن الجو حسنا فهو حسن، الجو حسن، حسن good climate، حسن الجو حسنا فهو حسن. حلو الطعام حلاوة. الحلو أو الحلاوة the sweet thing، sweet food، the food is delicious maybe. حلو الطعام حلاوة فهو حلو. نقول عن الطعام حلو، ممكن أن نقول عن الشخص أيضا حلو، جميل، cute، beautiful، handsome. We can use it for food or for person, no problem. حلوة الطعام حلاوة. إذا في كل هذه الجمل لدينا فعل
لدينا مفعول مطلق من جنس الفعل يؤكده والصفة المشبهة منه، نفس الجزر فرح فرحا فرح، ضجر ضجر ضجرا ضجر، عور عورا أعور، شهب شهبا أشهب، عطش عطشا عطشان، روي ريا ريان، ظرف ظرفا ظريف، صعب صعوبة صعب، جبن جبنا جبان، شجع شجاعة شجاع، حسن حسنا حسن، حلو حلاوة حلو. إذا الأسماء التي تحتها خط this noun تجد أنها تدل على من قام به الفعل. It's indicate about the one who قام به الفعل who act the verb على وجه الثبوت on the basis of evidence لا التحول not transformation كما هو الشأن في اسم الفاعل like the active participate. ويسمى هذا النوع the first one على وجه الثبوت بالصفة المشبهة باسم الفاعل، ليس اسم فاعل ولكن صفة مشبهة باسم الفاعل the likened adjective for the active participate. وقد صيغت من فعل ثلاثي لازم. All this verb we form it from the trivial verb فعل ثلاثي intransitive لازم. تأمل الأمثلة السابقة تجد أنها جاءت من بابين from two chapter or two kind من أبواب الفعل. باب فرح فرح ضجر عور شهب عطش روية. This is the first type باب فرح كما في ألف ألف. وباب كرم أو فعل ظرف صعب جبن شجع حسن حلوى. It's pattern كارما أور فاعولة كما في باء. وتأمل كيف أن الصفة المشبهة جاءت من باب فرحة على ثلاثة أوزان. In ألف we have three types from the الصفة المشبهة. فعل 1 2 فعل فرح ضجر كما في المثالين 1 و 2 فاعل فرح ضجر فاعل examples 1 and 2 وافعل اعور افعل اشهب ثلاثة أربعة فعلان عطشان ريان فعلان. We form الصفة المشبهة بالفعل from two type. First one it's pattern فرحة or فاعلة فتحة كسرة فتحة. Second kind فعلة فتحة ضمة فتحة. When we form it from the باب فرحة or فعلة we have three kind of them. First one على وزن it's pattern فاعل ضجر فرح فاعل or أفعل أشهب أعور. أيضا لدينا نموذج فعلان عطشان ريان.
ولكن إذا جاءت من باب كرمة تأتي على أوزان شتى. We had many patterns for that, like فعيل، فعل، فعال، فعال، فعل، فعال. ظريف، فعيل. ظريف، فعيل. صعب، فعل. ظريف، فعيل. صعب، فعل. جبان، جبان، فعال. جبان، شجاع، فعال. أور جبان، فعال، شجاع، فعال. وفعل، حسن، فعل. وحلو، فعل. The thing that we want to know in this lesson, الشيء اللي علينا نعرفه في هذا الدرس، أنه هذا ليس اسم فاعل. هذه الأسماء أو الصفات ليست اسم فاعل، وإنما صفة مشبهة باسم الفاعل. هذا الذي علينا أن نعرفه. طبعا وهذه النماذج التي وردت لا بأس فيها. ومن الصفات المشبهة كل ما جاء من الثلاثي بمعنى فاعل وليس على وزنه، مثل طيب وشيخ وغيره. الصفة المشبهة باسم الفاعل اسم مشتق من الثلاثي اللازم للدلالة على من قام به الفعل على وجه الثبوت، وهذا هو الفرق بينها وبين اسم الفاعل الذي يدل على التحول والتغير. تصاغ الصفة المشبهة من بابين، باب فرحة أو فعل تصاغ منه على أوزان فعل، أفعل، فعلان. باب كرم أو فعل تصاغ منه على أوزان كثيرة، أشهرها فعيل، فعل، فعال، فعل، فعل، حلو، فعل، حلون. نعم. إذن الفعل فرحة، المفعول المطلق فرحا. الصفة المشبهة منه فرح، هو فرح، هو ضجر، هو أعور، هو أشهب، هو عطشان، هو ريان. إذن هذه الصفات المشبهة بالفعل وليست اسم فاعل. هو ظريف، هو صعب، هو جبان، هو شجاع، هو حسن، هو حلو. إذا يوجد أي سؤال ممكن أن تكتبوا على مجموعة التليجرام، إن شاء الله نجيب. سنضع الدرس على التليجرام ونضع بعض التمارين حتى تتمرنوا عليها. هذا هو درسنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه المجتهدين الماضين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وإلى مشيخنا في طريقة النقشبندية العليا. قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أدراكهم المباركة، وعاد الله تعالى عليهم بركاتهم وفضلاتهم. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.